بنروح اكتر نتعرف على اخبار المنتخب الاولمبي والتجربتين والماتشين المهمين في جنوب افريقيا مع جنوب افريقيا مع الدكتور طارق الادور الناقد الرياضي. تحياتي ليك يا دكتور طارق. اهلا بيك، اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل مشاهديك الكرام. حضرتك شفت ماتشين منتخب مصر الاولمبي مع جنوب افريقيا ازاي؟ والله طبعا المباراتين جم في توقيت مناسب جدا، كان الاحرى بمنتخب بيلعب برضه في خلال فتره التوقف الدولي دي، لكن من استفاد من التوقف ده هو المنتخب الاولمبي. اول شيء غريب، كان عايز يتعرف على بعض اللاعبين، يعني ما كانوش في الفتره الاخيره موجودين في الصفه قوي بشكل كبير، وفي لعيبه كانت نوع ثاني من اللعيبه كان يعني واخدين فرصهم في بطولات الدوري و تعاون كتير مستمر، وقدر ان هو يقف على مستواه الحالي مع الاولمبي نفسه. من النوع الاول اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب بشكل مستمر وكان هو يهمه ان هو يطمئن عليهم، نوعيه مثلا زي اكرم توفيق، زي ناصر ماهر، زي مثلا صلاح محسن، كان في الفتره الاخيره بس يمكن اخر ثلاث ماتشات اللي كان بينزل كبديل وجاب سجل يعني يمكن ثلاث اهداف في اخر اربع مباريات. في برضه محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك ما كانش بيلعب بشكل مستمر، في احمد رمضان بيكهام مع الاهلي ما كانش بيلعب بشكل مستمر. فطبعا احنا بنتكلم على بشكل عام، ده نوع من اللعيبه اللي هم ما كانوش بيلعبوا مع الفريق الاول الفتره الاخيره، لعبوا لكن مش باستمرار. انما النوع بقى اللي هو اللي كان مهم انه يقف اللعيبه اللي بتلعب فعليا ويشوف انخراطها مع المنتخب الاولمبي مستوياتها من هذا النوع، مثلا احمد ياسر ريان واحد من هداف الدوري متالق جدا، كان برضه مهم نشوف كريم فؤاد اللي يعني انا بشوف ان هو من اللعيبه المميزه جدا على الاطراف سواء الطرف اليمين او الطرف الشمال. برضه اللعيب اللي هو ما كانش يعني بيلعب كتير قوي في الفتره الاخيره عمار حمدي، ولو انه موجود بشكل اساسي مع الاتحاد برضه كان مهم انه يوقف. فاحنا بنتكلم على مجموعه لعيبه كان بعضهم بيلعب وبعضهم ما بيلعبش، والمهم بقى الانسجام اللي بينهم. فانا شايف ان يعني استفاد جدا من التجربتين، رغم ان هم مع فريق واحد لكن غير التشكيل بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه، جرب اكبر عدد من اللعيبه، فاز بالمباراتين، وبالتالي اطمئن جدا على مستوى المنتخب الاولمبي، وحصل الدمج بقى اللي انا بقول عليه بين اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير واللي انا ذكرتها واللعيبه اللي كانت انديتها موجوده، بس هذا الدمج خلق منتخب مسجل. يمكن يا كابتن اسامه بقى اللي انا عايز اقوله، هو مشكله شوقي غريب الان هي في تحديد اللعيبه اللي ممكن ان هم ينضموا للمنتخب الاولمبي من النتيجه اللي تجاوزت السن 23 سنه. طيب انا دلوقتي من وجهه نظر الدكتور طارق الادور، بنسبه كام في الميه ممكن محمد صلاح يكون متواجد مع المنتخب الاولمبي؟ بصراحة نتيجة ان هي محتاجة موافقة الفريق، وانا يمكن على عن قرب شوية بتابع الامر دوت. محمد صلاح طبعا قضى موسم طويل، ويمكن الموسمين اللي فاتوا كانوا تقريبا متلاصقين، لان طبعا الدوري الانجليزي استؤنف في نهاية الموسم الماضي وفي بداية هذا الموسم، ثم بدأ مباشرة الدوري الجديد. فبالتأكيد يورجن كلوب عايز يريح لاعبه الفترة الكفاية اللي تخليه يبدأ معاه من انطلاق الموسم. الشيء بقى المهم ان هو يورجن كلوب بيفكر في ايه؟ بيفكر ان لو محمد صلاح انضم لمنتخب مصر فيفقد انطلاقة الموسم، لان هو هتبقى طبعا هيبقى موجود مع المنتخب الاولمبي لغاية اوائل شهر اغسطس، الدوري على طول هيبدأ الجديد، فبالتالي ممكن ما يحصلش على راحة كفاية ويفقد بداية الموسم. في لعيبة كتير من المدربين بيقعدوهم كده كبدلاء في بداية الموسم على اعتبار ان هم ياخدوا كده فرصة للراحة والاستشفاء شيئا فشيئا لغاية ما يبدأوا يلعبوا. فأنا بشوف ان صلاح لهذا السبب بشوف فرصته لا تتجاوز 30% بانه يلعب مع المنتخب الاولمبي، وفرصه يعني يشارك مش كبيرة قوي. مشكلة كمان لو مصطفى محمد تابع عن المنتخب الاولمبي برضه، وانا شايفه الاهلي لا غنى عنه، يمكن ادى بشكل كويس جدا في المباراه الاولى وسجل هدفين، ثم ان هو مع انطلاقته في الدوري التركي ادى فكنا محتاجين ان هو يكون موجود في هذه وانا اتمنى دكتور ان الاثنين يكونوا موجودين، خاصه ان الجيل ده بيضم عناصر مميزه ان شاء الله ممكن نحقق يعني شيء في الاولمبياد القادمه. عايز اخد حضرتك اخيرا للمنتخب الاول في الوقت اللي كل الفرق دلوقتي بتستعد وبتشارك وتلعب مباريات وديه دلوقتي،
شايف ازاي يعني الفتره دي واحنا ما بنستغلهاش في الاجنده الدوليه منتخب مصر الاول واحنا مريحين دلوقتي، هل ده ممكن يؤثر على الترتيب بتاع منتخب مصر؟ بص، التاثير السلبي في حاجتين، اولا تاثير في التصنيف، لان انت طول ما انت ما بتلعبش فالنقاط بتاعك، انت على فكره النقاط بتحس كل 4 سنين، فكل وقت بيمر بتسقط الفتره اللي هي مرت دي وينضاف فيها الفتره الجديده. يعني مثلا احنا دلوقتي مثلا في شهر يونيو، لو عدى يونيو وانت ما بتلعبش بيبتدي شهر يونيو ده يتحسب ويسقط شهر يونيو بتاع من 4 سنين، فانت بمعنى انك ما بتلعبش انت مش هتجيب النقاط، ربما الفرق الاخرى بتزيد في النقاط، واحنا دلوقتي سادس افريقيا، يعني مش في الاوائل في افريقيا، لو حصل لا قدر الله فضلنا في هذا المركز هيبقى هنلعب مع واحد من عظماء القاره الافريقيه، ممكن يكون منتخب السنغال، ممكن يكون منتخب الجزائر اللي وصل في كاس الامم اللي فاتت، فطبعا خساره كبيره جدا اننا ما نلعبش، لان فارق النقاط دلوقتي ازداد بين الخمسه الاوائل، فاحنا في المركز الثاني وصل تقريبا 90 نقطة، معنى 90 نقطة إن أنت لازم الفرق الخمسة دول 2 أو 3 منهم يخسروا كتير في الفترة الجاية، وده صعب شوية إننا نشوف مثلا الجزائر تخسر أو السنغال تخسر أو نيجيريا أو الفرق اللي هي موجودة في الصف الأول أو تونس أو كده، وفي نفس الوقت أنت ما أنتش ضامن إنك تكسب باستمرار عشان تحسن تصنيفك. وأنا بضم صوت لصوتك يا دكتور طارق وبقول بعتبر إن الفترة دي يعني كانت خسارة، كنا لازم نستغل الأجندة الدولية وإن يعني المنتخب مصر يشارك فيها بمباريات ودية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل لاعبة النادي الأهلي فهد جمعة ووليد مصطفى، ولكن بعد الفاصل.